مساء الخير لكل المشاهدين اللي بيتابعونا في الوطن العربي. حلقة خاصة الليلة حول تحديات المرأة المصرية. مساء الخير نيرفانا. مساء الخير ماتيلدا. نيرفانا، نحن الليلة بدنا نحكي عن المرأة المصرية. نعم. وأكيد بتهمك هاي الحلقة. أكيد. كونك مصرية وكل المصريين وكون طبعاً. إنه المركز المصري لحقوق المرأة بيقول إنه احتلت المرأة للأسف المركز الأول في تراجع مكانتها لعام 2012. نعم، هناك الكثير من الأقاويل بخصوص واقع المرأة المصرية وما تخضع لي من تهميش، سواء كان في سوق العمل أو في تقلد المناصب السياسية، مكانتها وموقعها في مجلس الشورى، تمثيلها البرلماني، طبعا مجلس الشعب مش موجود دلوقتي، ولكن حتى نصيبها المأمول فيه يعتقد بأن هو هيكون منخفض جدا عن دول عربية أخرى. إحصاءات كثيرة جدا توضح أن المرأة أيضا خضعت لتحرش كبير في الشارع المصري. يعني اعتقادي واعتقاد الكثيرين أن هو يمكن يكون مسيس، ولكن دائما هناك تحرش بالمرأة أينما كانت. يعني ما نلاحظه أن المرأة دائما بتعامل ليس كمواطن في أي مكان، ولكنها دائما درجة ثانية. لماذا يحدث كل ذلك في مصر بالتحديد؟ وليه لا ما تشتغلش؟ المرأة يعني مكملة زيها زي الراجل بالظبط في الحياة. المجتمع الذكوري بيعتمد على الرجال، بيعتبر ان تشغيل السيدات هو شيء مكمل، يعني شيء ديكوري للعمل. ما بيعتمدش ان هو لازم اعتبر ان انا لا لازم اشغل الست والراجل بنفس القدر، او ان انا اعتمد على الاثنين. ليه؟ عندنا برضو في نقط لازم نقول ان برضو في نقط لازم تؤخذ في الاعتبار. ليه بتؤخذ الست انها ما بيعتمدش عليها، بس ما اقدرش ان انا اقول ان هي دي نمبر 1 معايا في الشغل وبعدين يجي وراها الراجل. فكرة استرجاع حقي حسيت بنسبة كبيرة منها مش بالقانون طبعا، بصفة اجتماعية، ان انا لما اطلع بشخصيتي وباسمي وشي اتكلم في ده وانا مش غلطانة. انت ضحية. ما نقدرش النهاردة ان احنا اسفة، يعني واحنا في 2013 لسه نرجع لعقل ما يعني ايام العصر الحجري، إذا كانت المرأة تستحق الوجود أم لا تستحق الوجود. هي الواقع نفسه والأحداث اللي عدت في الفترة اللي فاتت بدءا من 2010 بتقول إنها لم تهمش، لأن حزب الحرية والعدالة الذي يتبع الإخوان المسلمين هو الحزب الوحيد الذي جعل المرأة في على رأس القائمة في الفترة الحالية دي. يعني احنا كنا ضد الكوتا قبل الثورة، لكن احنا دلوقتي في ظل قهر المرأة انا شايفة ان احنا عايزين كوتا المرأة. يمكن هو قال الرئيس ان في 10 مواد في الدستور المصري وهيشوف وضع كوتا المرأة في الدستور في 10 مواد، اللي انا بستبعد تماما ان دي تحصل.